فرج الله يأتي للعبد في اللحظة التي يكون فيها العبد أحوج ما يكون إلى الفرج. مريم عليها السلام لما حملت لم يأتيها فرج الله، ولما اتخذت من أهلها مكانا شرقيا أيضا لم يأتيها الفرج، وعندما جاءها رجل تمثل لها بشرا سويا واستعاذت بالله منه وذكرته بالله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وهي منظر لم تعتد عليه الخلوة بالرجال، ومع ذلك لم يأتيها الفرج. جاءها الفرج في اللحظة الحاسمة التي كانت مريم عليها السلام أحوج ما تكون إلى فرج الله، وهي اللحظة التي قالت فيها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. عند ذلك جاءها الفرج فناداها من تحتها أي هذا الابن ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ففرج الله يأتي للعبد في اللحظة الحرجة التي يكون فيها العبد أحوج ما يكون إلى انفراج كربه، ولهذا يكون فرج الله ألذ ما يكون وأتم ما يكون وأفضل ما يكون حينما يكون العبد أحرج ما يكون وأفقر ما يكون لله سبحانه وتعالى.